وإلى آخر فقراتنا معكم اليوم مع مشاهدينا وبمجال التدريب واتباع الدورات التدريبية هو اتجاه سائد بيروح له الكثير من الأشخاص أكيد لتطوير قدراتهم ولتوسيع مجالاتهم هي اللي بتأهلهم لحتى ينضموا إلى سوق العمل. اليوم حديثنا رح يكون عن دورة إعداد المدرب ورح نحكي عن أهمية هاي الدورة ومين هنن الأشخاص المؤهلين لحتى يسجلوا بهي الدورة ويصيروا من المدربين الناجحين. كثير من التفاصيل والاستفسارات رح ناخذها اليوم من ضيفتنا السيدة إيمان الحميدي وكيلة معتمدة لأكاديمية التعليم المبدع. يسعد صباحك. صباحك أهلا فيك نورتي. بداية إيمان خلينا نحكي عن توجهك للدورات التدريبية، شو اللي دفعك لتدخلي هذا المجال وكيف بديتي فيه؟ تمام. هلا أنا بداية كنت حابة أعمل بصمة يعني بحياتي، هي رسالة، فأنا اتجهت لموضوع التدريب بشكل عام إنه أنا شو هي الرسالة اللي ممكن أوصلها إنه لفيد فيها العالم، فيد فيها الأطفال، بداية أطفالي، فتوجهت لموضوع كان مطروح موضوع الحساب الذهني بس ما كان معروف مثل هي الأيام اللي نحنا فيها، كان مطروح بشكل بسيط في إشارات استفهام كتير كان تحوله، فأنا حبيت فوت يعني بالتدريب بشكل عام وتدريب الحساب الذهني بشكل خاص. فأنا طورت حالي أول شيء بداية بدورات TOT، دورات التعامل مع الكبار، دورات أنا أي حقيبة تدريبية بدي فوت فيها افتتح دورة أنا أكون قادر كمدرب أنا وصل فكرتي بأسلوب صح، طلع منا مدربين نافعين ووصلتهم الفكرة وحابين للشيء اللي عم يعملوه ويكون هادف. تمام. بس توجهت لموضوع الحساب الذهني بداية كانت رسالتي لأطفالي، كنت حابة أعرف شو يعني حساب ذهني، شو الفائدة اللي بدي وصلها لها، لوين بدهم يوصلوا بهاي المهارة. فأنا رحت دربت كصير مدرب أطفال حساب ذهني، طورت من حالي، بلشت مع أطفالي مع عدد معين صغير من الأطفال، بلشت أوسع دورات أكثر، أعطي عدد كبير من الأطفال، وصلت ل يعني خلصت كل مستويات الحساب الذهني للأطفال، طورت حالي ل مدرب كبار حساب ذهني، بعدين استلمت وكالة دمشق للحساب الذهني لأكاديمية التعليم المبدع، لأنه نحن صرنا بحاجة إنه لمدربين متوزعين بكل المناطق عنا لهي المهارة اللي كتير حلوة اللي أول شيء ما كنا نعرف عنها لحتى جربناها. يعني أنا كنت فكر موضوع حساب ذهني أنا مجرد ما أنه طفل حطيته أعطيته أرقام جمع وطرح أعطاني جواب صح بسرعة، بس هو حلوة المهارة، بس هو طلع شيء أحلى وأجمل من هيك بكتير، خصوصا لما ينحط الطفل عن مدرب عرفان لوين بده يوصل الطفل. لما أنا جبت الطفل لعندي يعني عرفت وين نقاط ضعف كلياتها، لغيتها، شفت وين نقاط القوة عند الطفل، عززته، أعطيته ثقة بنفسه، فهو شو صار عندي طفل بارع. تمام. هاي المهارة رح توصله لحتى يصير بالمستقبل مدرب اللي نحن هلأ عم نعطيهم. تمام. خلينا بما أنك قلت بآخر كلمة المدرب هلا، يعني كلمة كوتش معنا سهلة ومسؤولية كتير كبيرة، واليوم أكيد في فئة محددة من الأشخاص بيكونوا هنن أكثر مؤهلين لحتى ينضموا لهي الدورة. طبعا. خلينا بالبداية هيك نعرف شو اللي لقلك لهذا المجال، التدريب بالدورات، تدريب الأشخاص لحتى يصيروا كوتش، قد هي مسؤولية صعبة. طبعا. وبالتالي باقي التفاصيل. طبعا أكيد. هلا لما حكيت أنا الشيء لما تعمليه أنت وعم تعمليه عن حب وعن دراية وعن معرفة، تمام، رح توصل لأنك توصل الفكرة للمدرب بشكل كتير رائع. هلأ نحن الفئة المستهدفة من المدربين هن طلاب الجامعة، هن كل أم حابة تسقل من مهارات أطفالها، تتعرف على هي المهارة، كل معلم، كل يعني هي متاحة لأي شخص بحب يفوت بمجال التدريب ويكتسب هي مهارة الحساب الذهني. الشروط الموجودة فيه. أي حدا بيحب يطور من مهاراته يعطي هي الرسالة، المهارة الذهنية لطريقة توصيل الطفل لأنه يعطي أرقام جمع وطرح بطريقة كتير سريعة بدون استخدام آلة حاسبة، هو قادر أنه يفوت بهذا المجال، ما إلا فئة معينة أو اتجاه معين، هو كل حدا حابب يطور بحاله يفوت لمجال التدريب، أعمل بصمة بحياتي، فيد أطفالي، لا فهي لكل أم، لكل جامعي، لكل معلم.
تمام. اليوم لما بدنا نحكي عن دورة إعداد المدرب نحن عم نحكي عن مسؤولية كبيرة، لكن لما نحن اليوم عم نتعامل مع الأطفال أكيد هون رح تكون المسؤولية أكثر، رح تكون الشخص فعلا بحاجة لحتى طبعا. يكون يمكن تعامله غير، مهاراته مختلفة لما صح. هو بده يدرب أطفال صغار، خلينا نحكي عن هاي النقطة. أكيد. هلا نحن لما عم نعطي المدرب بشكل عام عن تي أو تي أطفال، يعني أنا عم عارفه للمدرب بشكل عام على أنماط الأطفال. فهو المدرب لما نحن صنعتي مدرب محترف بالإلقاء، محترف محترف بتوصيل الفكرة، فهو جاب هذا الطفل اللي عنده، أعطاه هي المهارة، عرف شلون يوصل له الفكرة، عرف شلون يحبب بموضوع مهارة الحساب الذهني، مهارة التفكير، مهارة تنشيط الخيال. هذا الطفل ما هو الخيال مسؤول عن شيء اسمه إبداع. في عندك بالحياة دكتور عادي، عندك دكتور مبدع، عندك مهندس وعندك مهندس مبدع. فأنا هذا الطفل لما خليته ينشط دماغه، خليته يشتغل على موضوع الخيال، فأنا وصلته لطريق الإبداع. فهو ما رح يرضى أنه يكون طبيب عادي، هو حيكون مبدع. فهذا الشيء كتير حلو. طيب خلينا كمان نضل هيك بجو الدورات اليوم، شو هي المجالات اللي عم تنميها هاي الدورات؟ يعني شو هي الخبرات الأساسية اللي لازم تكون وتنعطى تتقدم؟ تمام. هلا نحن بنعرف المدرب بداية شو هو الحساب الذهني، شو هو مجالاته، هو له أكثر من صنف. الحساب الذهني هو إسقاط قواعد على الأبقس اللي هو المعداد، بصير الطفل والمدرب يستخدم هاي الخرزات لحرك أصابعه. فهو شو عم بيعمل بهي الطريقة؟ عم بينشط دماغه. لما عم بينشط دماغه هو صار شو؟ صار عنده الفكرة اللي بدها تفوت على الدماغ بتفوت على اللاوعي. فهو شو بصير عنده؟ بصير عنده تنشيط لدماغه، فهمه شو يعني حساب ذهني وشو يعني التكنيك من الحساب الذهني. الخبرة اللي بده يتوصلها هي على مراحل، يعني هو بفوت مدرب مستوى أول جمع وطرح، بعدين بصير مدرب مستوى ثاني ضرب وقسمة، مدرب مستوى ثالث جذور وكسور. بأهل عدد كبير من الأطفال عدد معين لحتى يصير عنده خبرة، لحتى هو يتعرف على أنماط كبيرة من الأطفال، لحتى يعرف شلون يتعامل معهم. يعني أنا هذا الطفل إجل عندي نمط معين، أنا مدرب مبتدأ، نمط خجول منطوي، طيب أنا استخدمت معه أسلوب 2-3 لحتى خليته يتخلص من عقدة الخجل مثلا. طيب أنا كمدرب رديت صادفت بحياتي كمان طفل خجول، فأنا بدل الخمس أساليب اللي استخدمتهم لوصلت للأسلوب اللي وصلني للطفل، فأنا على الخبرة خلص صرت أعرف هذا الطفل كيف بدي فوت أنا بهذا، كيف بدي فوته بمحبة لهذا المجال اللي هو عم بفوت فيه، فهو رح يبدع فيه. إذن هي متضمنة بس فقط خبرات الحساب الذهني؟ تمام. طب اليوم وقتنا نحكي عن خبرات الحساب الذهني، ذكرتي لمختلف الفئات والشرائح، حتى أحيانا بيكونوا أمهات حابين يقووا مهاراتهم بهذا الشيء، لكن اليوم هذا الحساب الذهني بشكل عام هل هو مقتصر على الأشخاص اللي هنن عندهم معلومات كافية أو قدرة كافية بمادة الرياضيات، أو هنن بيحبوا هاي المادة لحتى يبدعوا فعلا بهذا الشيء، أو ما لها علاقة؟ لا. سواء للأطفال اللي بدنا نأهلهم بهذا الشيء أو للمدرب. تمام. ما هو الفائدة من الحساب الذهني هي من ضمنها التخلص من رهبة الرياضيات. تمام. ما هو بيجيك حتى مدرب أو أم بتكون هي أصلاً أدبي، فما بتعرف أصلاً شيء عن الرياضيات فما بتحبه. فنحن مهمتنا بهالحياة إنه نحن نعرفها إنه هو الرياضيات شيء رائع، حتى لو ما بتحبه ممكن تدخله، هي رح تحبه. يعني هي بالنهاية رح تطلع من الكورس حتحب الرياضيات، يعني رح تحبه. لا يعني ما في مجال للموضوع. تمام. فليه؟ لأنه الرياضيات فعليا هي عن جد مهارة متغيرة. يعني أي شيء في متغير وفي شيء جديد فهو حلو بالحياة، بيعطيك هيك يعني أنه مثل حركة بحياتك، اللي هي مهارة الرياضيات رائعة. لا مو شرط يكون يحب الرياضيات، ومو شرط يكون متوجه لموضوع الرياضيات أبدا. بالنسبة للطفل هو بيجي لعندي أصلا كرهان شيء اسمه رياضيات، أصلا هو ما حابب هذا المجال، فأنا مهمتي هون كمدرب أطفال أنه أنا حبب بموضوع الرياضيات. معناتها اليوم الدعوه ممكن يكون التفاعل كبير ضمن الاكاديميه وتفاعل الاشخاص اللي مشاركين بالدورات، يعني اكثر شيء يمكن خصصتي فيه الاطفال انه هم الاكثر مستفيدين، والباقي على الكوتش هو يدرب، ما هيك؟ تمام. هلا الفكره الكوتش لما يجي لعندي انا هو رح يجي شخص
عنده تراكمات بحياته ما حدا بيعرفها، ذهنه ما صافي مثل الطفل، هو رح يكتسب مهارة، عليه كمدرب انه يوصل هي المهارة للطفل لحتى يستغلها، ولحتى نستغل الطفل ونستغل مهاراته. لانه انا كحدا كبير انا صاير معي مشاكل كثير بحياتي لو وصلت لعندك انت ككوتش لتعطيني هي المهارة. فذهني ما صافي مثل الطفل، طفل ذهنه مثل الاسفنجة، اي معلومة بتعطيه اياه فهو رح يمتصها وما عاد رح تروح منه. فنحن بنعطيه هي المهارة ومنعلمه يستخدمها، اما كمدرب هو ما مطلوب منه غير انه يوصل هي المهارة، يحببها للطفل لحتى يستغل قدراته العقلية والدماغية بحياته العملية. تمام. اليوم بنشوف كثير من التمارين يمكن في لها كثير طرق الحساب الذهني، لكن اكثر شغلة بتلفت النظر هي الحساب بالاصابع او التصور الذهني، فينا ناخذ هيك شيء؟ ايه تمام. هلا هن لما انطرح موضوع الحساب الذهني، شفتي اي شيء بدايه كان بدايه فكانت التساؤلات اللي حكيت عنها انه شو هي الحركات اللي بتصير فعلا. شو اللي عم بصير، كيف بيحسب، كيف بتزبط معه؟ هو الطفل الاباكوس هو بيشتغل بشكل عملي وبيحسب على الاباكوس، هو فعليا هو يعني امام الطفل وعم يعمل العمليات الحسابيه على شيء محسوس. هذا الطفل بينتقل من شيء الملموس، بينتقل من شيء الملموس الى الشيء المحسوس اللي هو الخيال. انا بدي اتخيل قدامي المعداد والعدد اللي بدك تعطيني اياه، بدي احطه على المعداد، بده يحسب الطفل ويعطي جواب صح، فهو بينبسط بحاله انه انا عم بعطي فعليا بدون شيء ملموس يعني. فهو ممكن قادر انه يستغني عن الاباكوس بمرحله معينه وعن الآلة الحاسبة، تصور ذهني واسع. تمام. في من ضمن الشيفرة تبع الحساب الذهني مثل ما بيحكوها، لما يجي لعندي طفل انا هي صرت استخدمها دغري، يعني هي بعد خبرة 8 سنين مع الاطفال صرت كنت استنى فترة حتى استخدمها، لا صرت دغري لما يجي لعندي طالب يكون مستوى اول اعطيه شيفرة الاعداد المتماثلة. يعني مثلا انا طفل بعطيه الشيفرة تبع الاعداد المتماثلة، هو بداية ليبدع هو شو جاي بهدف، شو ما بيعرف هو ليش جاي، هو مو عرفان فوائد الحساب الذهني اللي رح يتوصل له هو كطفل. هو ليش جاي؟ هو جاي ليربي الماما ولا يربي البابا، صح؟ فانا لما اجيبه انت اوكي رح اوصلك لهدفك، هي اصعب مرحله على فكره. تماما. فانا رح اوصلك لهدفك اللي هو انه انت تشوف حالك، يعني تشوف امك فيك حالها وابوك واللي بدك اياه رح يصير. تمام. فانا بعطيه شيفره الاعداد المتماثله، مثلا انا بعطيه مثلا دغري بلش له بالالوف، تخيلي هو ما بيكون واصل لمرحله الالوف اصلا، بس بعطيه الشيفره تبعها دغري، مثلا بقول له 2222 2222 ناقص 1111 ناقص 1111 5555، جوابه بثواني رح يقول لي 7777 بثواني. ليش؟ انا اعطيته شيفره معينه. ليش؟ الهدف منها لحتى اسقل من شخصيته، لحتى ما يرضى عاد بمستوى اقل، انه انا فيني اعطي بكل اريحيه وكون عن جد قادر اني انا عم بحل عمليات جمع وطرح بالرياضيات بدون استخدام اي حاجه. تماما. يمكن اليوم في كثير اطفال هيك على فكره، بس العين ما انا متفتحه عليهم، او يمكن الاهل ما انهم كثير منتبهين عليهم، او عم ينموا هي خلينا نقول ما موهبه، مقدره عندهم هي مقدره الحساب الذهني بكل هي السلاسه. اليوم قد ايه مهم من الاهل انهم يفتحوا عينهم على اطفالهم ويشوفوا هم بشو شاطرين، بشو مبدعين، وخصوصا انه حكيتي انه هي قصه مانا صعبه، يعني ممكن يجي هو كمان يرضي امه وابوه ويصير هو شاطر بهي القصه، فما بالك اذا هو شاطر فيها بس ولكن مدفونه جواته. صح مزبوط. نحن هدفنا كاهل نحط اولادنا بالمكان الصح. يعني انا غلط انا كانه ادلل ابني انه انا اجيب له موبايل ويضل على السوشيال ميديا 24 ساعه، شيء عم بجمد له دماغه. يعني انا شيء ثابت عم حطه قدامك، فانت ما اصلا يعني الدماغ عن جد هو بحسه مثل العضله بيضمر اذا ما استخدمتيه. يعني بيوصل الانسان، ليش في عندك سيدات او ستات بيوت مثلا بتقول لك انه انا يا الله عم بنسى، مثلا انه انا نسيانه شو صار معي امبارح. طيب اوكي، ما انت محدده تفكيرك بنمط معين. انت لما تشتغلي على موضوع الحساب الذهني هو فعليا انه بيخلص من مرض زهايمر، تخيلي هو علاج نظامي، علاج للذات طبعا. فانا كيف اذا جبت طفلي واعطيته انه انا انت اوكي بدك موبايل تمام، بس في شيء اسمه يعني توقيت نظامي للطفل. طبعا مو 24 ساعه انا عم جمد، عم ضر دماغ، عم ضر ابني بالنهايه. فانا بفهمه انه في شيء بالحياه اسمه مهاره بدك تكتسبها، هاي المهاره رح توصلك لحدا كثير حلو وكثير فعال بالمجتمع، وكمان تشوف حالي فيك انه انت عندك هاي المهاره كطفل. ونحن من ندعم الاطفال من خلال المسابقات اللي بدنا نعملها على مستوى دمشق اذا الله راد بعد شهرين. هدول الاطفال اللي تعبوا على حالهم واللي تدربوا المسابقات
طبعا تعب على حال الطفل، تدرب كثير، فهو صار عنده مسابقة على مستوى دمشق. فشو حلو انه طفل يربح كأس بمستوى اول او مستوى ثاني او مستوى ثالث بالجمع والطرح، فهو اخذ كأس، فهو ما حيرضى انه ينزل عاد باي مجال بحياته، بالدراسة، باي مجال. طيب اليوم الاطفال الاعمار من خلال تجاربك واحتكاكك وتدريب الاطفال، اليوم برايك اي العمر الانسب لدخول الطفل؟ هلا نحن ما عم نحكي على الكبار، ذكرتي انه لكل الشرائح ولكل الفئات المتاح لهم انه يتدربوا بالحساب الذهني، لكن بالنسبه للطفل ايمت نحن بنقول هذا العمر مناسب له يبلش يتدرب بهذا الحساب الذهني؟ تمام، هلا الطفل نحن بنعطي من عمر 5 سنوات لعمر 15 سنه. اقل من هيك ما بيزبط؟ لا، هو ممكن يزبط، نحن عم نبلش مع اطفال بعمر 4 سنوات بس بدنا نعلمهم شلون يكتب من 1 لـ9 بداية. تمام، بس بيطول شوي بالكورس لحتى نوصله لمفهوم التكوين العدد ومن شو مركب العدد، لنفهم نوصله لمفهوم الجمع والطرح. فهو العمر النظامي اللي متاح للأطفال من عمر 5 سنين لـ15 سنة. يمكن الحديث يطول عن الحساب الذهني وقد ايه هو مهم لبناء قدرات الطفل ولا لتعزيز ثقته بنفسه ولا لحتى تخليه اكثر قدره لحتى ينضم بسوق العمل، حتى يمكن لو انه كان بعمر صغير قد ايه ممكن تساعده ولو بفتره المراهقه يشتغل مثلا بالمحاسبه بمصاريف. صح، اكيد عندنا يعني انواع متعدده للحساب الذهني. نحن عندك الرياضيات الفيدا اللي عم نعطيها حاليا هي بتساعد للطفل بالدراسة، يعني هو بنعطيه خوارزميات ضرب وقسمة عن طريق الورقة والقلم، فهو بثواني بيعرف يحل عدد كبير ضرب أو جمع أو طرح، ثواني بفك الشفرة وبيحل، فهي بتساعده بالمدرسة. تمام، حتى بموضوع التدريب ذكرتي انه طفل انه يصير مؤهل، هو خلص 15 سنه لنفترض كل المستويات، فهو اوريدي لما يصير عمره 18 سنه ليكون جاهز يدخل بسوق العمل، هو بيعرف كل شيء اسمه مستويات حساب ذهني. ممكن يصير كوتش حتى بهذا العمر؟ نحن عندنا اعداد كانوا طفل وصاروا كوتش. كثير حلو. ايه، قديش ما هذا الشيء بيشجعه لما بيشوف الاكبر منه صار كوتش؟ كثير حلو، والكوتش بيشجع لحتى يوصل لهي المرحله. الكوتش بحد ذاته بتنبسط اكثر منه، انه انا كان طفل عندي بعدين صار انه مدرب اطفال، شيء كثير حلو ورائع. اكيد بالنهايه التدريب والدورات التدريبيه يمكن اليوم بمختلف مجالات الحياه كثير بتصقل لنا مواهبنا، كثير بتساعدنا، يعني حتى الاشخاص اللي بدهم يفوتوا على سوق العمل كثير مهم يكونوا عم يخضعوا لدورات تدريبيه، حتى احيانا ضمن مجال العمل حابب الشخص يقوي حاله بشيء ما انه بيفيده بعمله كمان، هذا الشيء كثير منيح. أكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتينا، واكيد بدنا نتمنى لك التوفيق لك ولكل الاشخاص اللي عم يقوموا بهي الدورات التدريبية واللي عم أهلوا حالهم للتدريب. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا للاستضافة. شكرا لك إيمان، وأهلا وسهلا فيكي.